مع تواصل الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم فيما يعرف بالموجة الثالثة، السعودية تعلن رصد أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 وفاة. وفي مصر أعلنت السلطات تسجيل 1003 إصابات و59 وفاة جديدة، فيما أعلن الأردن بدء تخفيف القيود المفروضة ووقف العمل بالحظر الشامل أيام الجمعة والسماح بأداء صلاتي التراويح والعشاء وإحياء صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات الخارجية. أما في الجزائر قررت الحكومة توسيع إجراءات حظر التجوال في عدة محافظات لثلاثة أسابيع. ونتعرف على وضع الكورونا في أربع عواصم عربية، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من شبكة مراسلين في هذه العواصم من الجزائر مارية بن عادل، ومن القاهرة إسلام أبو المجد، ومن الرياض بدر العزمي، ومن عمان دانيا المعيطة. فأهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. تعالوا نتعرف على موقف الكورونا في كل عاصمة، فلنبدأ مع ماريا بن عادل من الجزائر. تفضلي ماريا. نعم، مساء الخير معتز. بالنسبة للوضعية الوبائية في الجزائر بفيروس كورونا هي مقلقة ومخيفة، لأن الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة لم تعهدها الجزائر منذ شهر فبراير، أي فاقت الإصابات أكثر من 280 إصابة، وحتى الوفيات ارتفع عددها إلى 10 و9 وفيات كل يوم منذ 3 أو 4 أيام. الأمر الذي استدعى السلطات الجزائرية بتمديد إجراءات الحجر لأول مرة لمدة 21 يوم، وأيضا تم إضافة بعض المحافظات للمدن المفروض عليها الحجر الجزئي، أي أصبحت 19 ولاية. وأيضا هذا الوضعية المقلقة حسب اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا كشفت للشرق أن ناقوس الخطر قد دق في الجزائر، خاصة مع ظهور السلالات المتحورة من البريطانية وأيضا النيجيرية التي لامس عددها 400 إصابة في الجزائر. أيضا منذ قليل معتز قام وزير الداخلية كمال بلجود باجتماع مع ولاة الجمهورية، أي ولاة 58 محافظة في الجزائر، لحثهم على تشديد الإجراءات الاحترازية بالوباء ومجابهة هذا الوباء ومجابهة أيضا المنحنى التصاعدي لعدد الإصابات في الجزائر. وأيضا هناك تحقيقات لبؤر الوباء في كل حي وفي كل مدينة وفي كل ولاية للوقوف طيب على آخر مستجدات الوباء سيما السلالات المتحورة. إذن تقول مراسلتنا في الجزائر ماريا بن عادل، ابقي معنا لو سمحتي، أن الوضع مقلق ومخيف لدرجة لم تعهدها الجزائر منذ شهر فبراير الماضي. أنتقل إلى القاهرة إسلام أبو المجد. مساء الخير إسلام. هناك بعض الأرقام أعلنتها الحكومة المصرية تنبئ بزيادة في الحالات وبكل أسف في الوفيات، فما هو الموقف؟ نعم معتز، الموقف في مصر أيضا يعني هائل. هناك ارتفاع كبير هذا الأسبوع بالتحديد، هناك ارتفاع في عدد الإصابات بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف عن الفترة الماضية. مصر تكسر يوميا حاجز 1000 إصابة، وهي المرة الأولى ربما منذ 100 يوم منذ شهر يناير الماضي، يعني عدد الإصابات يكسر حاجز 1000 إصابة. هناك ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، نحن نتحدث عن إجمالي الرقم حتى هذه اللحظة الذي وصل إلى ما يقرب من 230 ألف إصابة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات. النقابة العامة للأطباء في مصر أيضا تقول إن عدد الوفيات في صفوف الأطقم الطبية وصل إلى نحو 500 حالة وفاة، وأنها تقول إن هذا المؤشر هو مؤشر خطير ومقلق. هناك إجراءات حكومية كثيرة للحد من هذا الارتفاع، بدءا من القرار الحكومي الخاص بتجميع
يعني الأجازات بشكل متتالي، إجازات شم النسيم وأعياد العمال، تم تجميع هذه الإجازات، بمعنى أن المصريين أو المصريون في إجازات رسمية منذ الخميس الماضي، منذ أمس وحتى الاثنين المقبل للحد من التجمعات. هناك قرارات صدرت منذ قليل من قبل بعض المحافظين في المحافظات المصرية بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات، هناك حملات أمنية مكثفة ممتاز، وإغلاق عشرات من المحال التجارية، وهناك شعور عام دائما بالخروج إلى المتنزهات في أعياد شم النسيم، هذا شيء تقليدي في مصر. شكرا إسلام، خليك معنا لأنه هنتقل إلى الرياض. بدر العازمي حياك الله بدر، وأيضا هناك بعض الحديث عن ارتفاع في حالات الإصابة والوفيات، تفضل بدر من الرياض. نعم معتز، ربما الوضع هنا في السعودية مختلف قليلا عن الدول العربية الأخرى، إذ لا يوجد فرض لحظر التجوال، وأيضا منحنى الإصابات بدأ ينخفض في الأيام الأخيرة كما ذكرت وزارة الصحة السعودية لتصريحات لبعض وسائل الإعلام السعودية المحلية الموجودة هنا، لذلك لم يحد يتطرق إلى فرض حظر تجوال في العشر الأواخر المتبقية من رمضان وأيضا في العيد، ولا زالت التصريحات للقدوم إلى العمرة وأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة في المدينة المنورة متاحة عبر التطبيق يعرف بتوكلنا، وتطبيق أيضا يعرف بتطبيق اعتمرنا. معتز، ربما الحالات التي قاربت نحو 1000، هناك حالات للتعافي أكثر من هذا الرقم، ولكن عدد الوفيات أيضا هنا نشهد للأسف في المملكة عدد من الوفيات. أيضا ربما أتطرق إلى عدد الجرعات المعطاة هنا من لقاح كورونا، هي بالفعل تجاوزت 9 مليون جرعة من لقاح كورونا من فايزر بوتنك وأيضا من لقاح أسترا زينكا. هنا أيضا الوضع مطمئن، لا يوجد هناك حركة كثيرة، ولكن هناك تشديد من الجهات الرقابية، يعني وزارة الداخلية بتطبيق الإجراءات الاحترازية. أنا قبل 3 أيام 4 أيام ذهبت إلى مكة، شاهدت كيف سلاسة الدخول إلى الحرم المكي رغم كل هذه الإجراءات الاحترازية، ولكن تطبيقها على الميدان أصبح متعارف عليه هنا لدى السعوديين وأيضا المقيمين والوافدين السعوديين. وبمناسبة هذا الكلام الإيجابي بدر، يعني عايز أشكرك وأنتقل إلى ربما كلام إيجابي آخر من عمان، من دنيا المعيطة. دنيا مساء الخير، تفضلي. أهلا بك معتز. نعم هنالك إيجابية واضحة في الأردن نتيجة انخفاض أعداد الإصابات اليومية وأيضا أعداد الوفيات، يعني نستطيع القول أن الحالة الوبائية في الأردن والحمد لله طبعا مستقرة الآن، بعد أن كنا نسجل 7000 و9000 إصابة خلال اليوم، عدنا لنسجل ما بين 1000 و2000 إصابة. لذلك استدعى هذه الحالة الوبائية استدعت الحكومة إلى تخفيف الإجراءات وتخفيف القيود وإلغاء حظر جمعة الذي كان هنالك من كل أسبوع حظر شامل ويمنع منعا باتا الحركة للمواطنين، ولكن يعني رغم ذلك معتز هذه الإجراءات يعني استهجنها الشارع الأردني، خصوصا أننا بقينا على الحظر الجزئي، والحظر الجزئي أي بمعنى أنه يمنع الحركة بعد الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة عمان، 8 بتوقيت الإمارات. لذلك الحكومة يعني قالت أنها تحاول الموازنة معتز ما بين الصحة وما بين الاقتصاد، ولكن نعم. على ما يبدو أن كفة الصحة هي التي ترجح الآن في يعني الأورقة الحكومية، بعد خصوصا المطالبات النيابية بتخفيف الإجراءات معتز، ولكن يعني الشارع الأردني لا يتقبل هذه الإجراءات ويسعى إلى تخفيف أكثر. شكرا جزيلا لمراسلة الشرق في عمان دانيا المعيطة، وشكرا لماريا بن عادل من الجزائر، وإسلام أبو المجد من القاهرة، وبدر العازمي من الرياض. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل.
في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة إفطار يترك أثاراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.